عايز اعرف اتحرى ليلة القدر ازاي وهي لها علامات ولا لا؟ ليلة القدر طبعا الموضوع يعني كان يحتاج معنا وقت اكبر من كده، لكن عايزين نقول ليلة القدر لما السلام علمنا ان احنا نلتمسها في ال10 ايام دولة، العشر الاواخر من رمضان، ثم بعد ذلك النبي خصص شوية قال التمسوها في الليالي الوتر، اكدنا لنا السلام شوية قرب المسافة شوية، ليالي الوتر هي 21 و23 و25 و27 و29، ثم النبي السلام برضه قرب المسافة شوية قال التمسوها في ال25، والنبي السلام قرب بعد كده اكتر وقال التمسوها في ال27، دي كلها روايات جاءت واحاديث كلها صحيحة وردت في ان احنا امتى نلتمس ليلة القدر، لكن احنا بنلتمسها يا جماعة في خلال ال10 ايام كلك، يعني ادخلوا في السلم كافة، خد ال10 ايام كده على بعض، تهجد بقى وبلاش بقى فيسبوك وبلاش لهو وبلاش حاجات اللي واخدانا ديت من ال10 ايام دول، اجتهد في هذه العشر، تهجد قبل صلاة الفجر ولو ساعة، اقرأ القرآن الكريم كثيرا واصنع ختمة في هذه العشر، تصدق ليلة القدر يا استاذة هنا. طبعا هو جاء في بعض الاحاديث ان لها علامات، تخرج الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها مثلا، قالوا مثلا من علاماتها انه لا يسمح فيها نباح الكلاب وانا حلقتي والسماء للاسف صافية.